السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ أن استلم الحكم في العراق الحاكم الجعفري وهو لا شعار له ولا عقيدة له إلا العمالة والخيانة والسرقة والدمار. خلينا نشوف الآن يا أخواننا مطار بغداد وما آلت إليه الأحوال. وهذا المطار تاريخ بناء هذا المطار هو 1979، يعني صار له تقريبا 40 سنة هذا المطار من بني، لكن ما تم عليه أي تعديل وأي تطوير وأي إنشاءات. خلينا نشوف هذا المطار الذي يمثل واجهة البلد، هذا المسافر الذي يشتكي حال تواليتات المطار اللي المفروض يعني بديهيا تكون نظيفة وجميلة. هذا مطار بغداد، شوفوا التواليتات مالته ايش قد وسخة، شوفوا شوفوا شرفكم. هذا مطار دولي، هذا مطار دولي، شوفوا شو، وين الكاظمي، وين الحكومة، باع. هذا مطار دولي، الله يرضى عليكم، شوفوا الوساخة، باع. سيدي، يعني انت تريد ميليشيات ايران الارهابية تسوي لك مطار وتسوي لك تواليت نظيف؟ لا يا، هم جايين لدمار البلد، لتخريب البلد، لتدمير كل شيء بهذا البلد، ومن ضمنهن المطار يخضع للتدمير والنهب والسلب والعصابات التي تستولي على المسافرين في المطار، اللي القانون اللي موجود الآن في مطارات العراق غير موجود في مطارات العالم كلها. كل مطارات العالم لا يوجد فيها القانون اللي موجود في مطار بغداد يجبر المسافر أن يقف عند بوابة معينة ويترجل ويأخذ تاكسي إجباري، شوف، من داخل المطار بمبلغ لا يقل عن 25 دولار حتى يوصلك مسافة 1 كيلو أو 2 كيلو إجباري. وهذه الشركات اللي تاخذ المسافر من هذه البوابة إلى بوابة المطار الداخلية هي تابعة للميليشيات الإرهابية. أقول لك ماكو باب في نهب الأموال إلا وفكرت به تلك الميليشيات الإرهابية الإيرانية الإجرامية التي تحكم العراق، ميليشيات الحاكم الجعفري. عندكم مطار ما تقدر توصل للبوابة إلا تستأجر إجباريا تاكسي تدفع له 25 دولار حتى يوصلك إلى البوابة الداخلية، هذا موجود فقط في مطارات العراق، ولا يوجد أي مكان في العالم يحتم عليك أو يجبرك أنك تستأجر تاكسي بهذا المبلغ لمسافة 1 كيلو أو 2 كيلو. تحياتي لكم وهنيئا لكم الحاكم الجعفري يا دماغ الكندر على ما يقول إخواننا الفلسطينيين. السلام عليكم ورحمة الله.